تمني رجاي دخلي وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والدي وجميع المؤمنين والمؤمنات وعن صاحب الزمان. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي لا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام على أمير المؤمنين. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على محمد بن علي. السلام على جعفر بن محمد. السلام على موسى بن جعفر. السلام على علي بن موسى. السلام على محمد بن علي. السلام على علي بن محمد. السلام على الحسن بن علي. السلام على الخلف الصالح المنتظر. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. عبدك وابن عبدك وابن أمتك الموالي لوليك المعادي لعدوك استجار بمشهدك وتقرب إلى الله بقصدك. الحمد لله الذي هداني بولايتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كريم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا أثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي. وصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد البر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء. غدتك يد الرحمة ووضعت من ثقل الإيمان ورجفيت في حجر الإسلام. فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا
وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت فيك حرمة الإسلام، فقتلت صلى الله عليك مقهورا، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا، وأصبح كتاب الله بفضلك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. زيارة زيارة علي بن الحسين سلام الله عليهما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم ابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المؤمنين، فلعن الله أمة قتلت، وأبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. زيارة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نبيه وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار الله الحسين الشهيد المظلوم، صلوات الله عليهم أجمعين. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم في الجنان مع الشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة العباس بن علي سلام الله عليهما. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. فنعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل.
العالمين، وألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم، إنه حميد مجيد. اللهم لك تعرضت ولزيارة أوليائك، قصدت رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وذنبي بهم مغفورا، واقلبني بهم مفلحا منجحا مستجابا دعائي بأفضل ما ينقلب به أحد من زواره والقاصدين إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.